وجدها السيد وجهها السيد رئيس الدولة للحوار هي مبدئيا مقبولة، يعني لا يمكن رفض الحوار في أي مرحلة من مراحل الأزمة يعني، والحوار يبقى يعني كمطلب حضاري دائما قائم. لكن الإشكال اليوم بأي آليات وبأي رؤية ومن أجل أي هدف راح نروح لهذا الحوار هذا، ومن راح يمثل الحراك في هذا الحوار؟ خاصة نحن نعرف باليوم كاين أزمة تمثيل عميقة يعني داخل 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 المجتمع الجزائري، وهذه نتيجة مباشرة للممارسات الخاطئة اللي قام بها النظام واللي أفرغ التمثيل الاجتماعي من محتواه. يعني أنا من بين الأمور الخطيرة اللي كان قام بها النظام القديم هو أنه أرفض وجود يعني متعاملين أحرار دي بارتنير ليبر ضم تحته عن طريق الرشوة والفساد والمال الفاسد واقتصاد الريع وتوزيع المال نتاع خزينة الدولة كله من أجل القضاء على وجود متعاملين أحرار في الساحة، وبالتالي ما بقى في الساحة غير الناس اللي قبلوا باش ينضموا تحت هذا النظام ويوليوا ناطقين باسمه. ولذلك اليوم عندما نتكلم مع على الحوار أصبح قضية ظاهرة معقدة، لأنه هناك تخوف داخل الساحة السياسية وداخل الساحة الاجتماعية بصفة عامة وداخل الحراك من هذا الممثلين. وبالتالي اليوم نظن لازمنا واحد المرحلة باش كي الحراك يخرج الممثلين توعوا بكل صدق وبكل شفافية، وهذا الممثلين يكونوا يعبروا عن الرؤى نتاع الحوار. وفي هذا المجال احنا في النادي العلمي قمنا بمحاولة مؤسسة مطالب الحوار، قلنا ما دام ان هناك تخوف من وجود ممثلين قلنا نؤسس عقلي ندير وثيقة رسمية فيها مطالبنا التي تعكس عمق وروح الحوار هذا، والتي لا يمكن النقاش فيها وتعتبر خطوط حمراء في أي نقاش مع السلطة. إذا ذكر السلطة قبلت تخلت عن الممارسات التقليدية والقديمة نتاعها في اختيار من يحاورها وفي اختيار أصدقائها وما يتكلمون ويصبح مونولوج، يعني سيباز ان ديالوج، سما أن السلطة علمتنا أنها دائما كانت تحاور نفسها يعني، وش من ضامن أنها لا تكرر هذا الممارسة وتعيد نفس الكرة وتجيب ممثلين ديفو بارتنير وهذو راحين يقضيوا على روح الحوار. ولذلك احنا اليوم أولا من يحاور، ثاني مع من نتحاور، يعني